مرحبا، اسمي جورج سرباي وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من الموسم الثاني من AAB World Academy، السلسلة التعليمية اللي عم قوم بإنتاجها مع AAB World يلي بتهدف تساعد محبي التصوير حسنوا من مستوى فيديوهاتهم. بهالحلقة عم نحكي عن Advanced Resources فيكم تستخدموها أونلاين لتساعدكم بالإديتينج، فحضروا هالحلقة لتشوفوا شو هن هالريسورسز وكيف فيكم تستخدمون. انترو صغير ومنرجع. كنت خصصت حلقة كاملة بالموسم الأول للريسورسز وتكلمت عن عدة مواقع مجانية فيكن تستخدموها لتنزلوا منها assets لتستخدموهم بالفيديوهات تبعكن، إن كان sound effects، إن كان LUTs مثل look up tables للcolor grading، مثل الموسيقى وعدة أمور تانية قادرين تستخدموها بالفيديوهات تبعكن. بهالحلقة حابب أحكي عن 2 advanced resources منن for free، بس صراحة لقيت إنه الاستثمار فيهن جدا 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 بيستاهل، والسعر يلي دفعته كان كتير رخيص مقابل قديش وفروا علي شغل بالبوست برودكشن. أول ويب سايت من المفضلين عندي هو ويب سايت Pixel Films، طبعا مش معناتها هو الويب سايت الوحيد، في كتير ويب سايتس موجودة برا مثل Motion VFX، مثل عدة ويب سايتس، وطبعا كل سوفتور بتستخدموه كلينير اديتر إن كان Premiere أم Final Cut أم After Effects أم أي إن كان الاديتر تبعكم of choice whether linear أم لا، في عدة ويب سايتس بيعملوا له assets أم plugins تقدروا تشتروها، وفي منهم بيكون ببلاش تنزلوها لتقدروا تاخدوا نتيجة أفضل من هالسوفتور. Pixel Films صراحة فادني بشغلة كتير منيحة يلي هي انه مشكلة الفاينل كات برو لليوم انه ما في اكتف تراكينج مضبوط، يعني انا ماني قادر حط ايتم على الشاشة بالفيديو تبعي حدده وقل له للسوفتوير اعمل لي تراكينج لهالايتم. مشان هيك دخلت على Pixel Films واشتريت بلاج ان يلي هو بقولوله اوتو تراكر، وسهل علي كتير امور بدل ما انا اقعد اشتغل فريم باي فريم مثل ما تكلمت بحلقات سابقة لأعمل ماسك أم لأعمل تراكينج لغرض معين. بكل بساطة هلأ صرت قادر حدد هالغرض شو هو ويعمل هو الأوتو تراكر من Pixel Films لحاله تراكينج لهالسبجكت على الشاشة. هذا البلاجين قيمته $40 أي ما يوازي 13 دينار، بس صدقوني بعد ما استخدمته مرتين نسيت كليا أني دافع حقه لأنه وفر علي مش عم بالغ ساعات، عادة لثلاث ثواني أم أربع ثواني تراكينج إذا عم تشتغلوا عدة بوينتس تنقول 20 أم 30 نقطة معقول يخدكن التراكينج أقله نص ساعة، بينما هذا البلاج إن بكبسة زر وحدة لحاله بيعمل التراكينج بأقل من 3 دقايق، وما أنتم ما بتكونوا عم تعملوا شيء، بالعكس عم تتفرجوا على السوفتوير عم بيشتغل لحاله. مثلا إذا بدي أعمل تراكينج للمسدس وعلى هالتراك اللي أنا خلقته خلي كلمة تظهر بس يظهر هالمسدس وتتحرك معه، فكل شيء علي أعمله هو أنه أدخل هون الإفكتس تبعي، بدخل على الأوتو تراكر بحطه فوق الفوتج من اللحظة يلي ببين فيها المسدس وبعمل ترم على طول الكليب. شوفوا شو سهل الموضوع، بدخل هون على الباراميترز بقله تراك أديتر، بحط نفسي على أول فريم بالسيكونس وبلقط التراكر هون وبكبره شوي، وهون بقله بدي تراك كواليتي 100% وبدي بس يعمل للبوزيشن، ما بتهمني الروتيشن وما بيهمني السكيل قدي عم بيكبر ويصغر، ورح قله تراك بهيدا الزر هالقد بسيط الموضوع، وبترك السوفتوير بيشتغل لحاله، ومثل ما عم بتلاحظوا عم بيقوم بتتبع هالنقطة من المسدس لحاله من دون ما انا اتدخل بالمرة. برجع بدخل بس يخلص بفوت لهون بقول له export data، وهلأ الداتا صارت عندي هون، بدخل بدي احط text لنقول بدي اكتب مثلا خطر اي كلام بس تشوفوا كيف راح يتحرك text، وبقول له text
on وبحرك التكست مطرح اي مكان بحطه فيه رح يتحرك بزيت طريقة تحرك المسدس. وهلأ اذا بعمل render للفيديو وبقول له play بتشوفوا كيف عم تتحرك الكلمة مع المسدس بزيت الطريقة. فكيف ما يتحرك المسدس عم تتحرك الكلمة. هيدا وغيره كتير من plugins اللي فيكن تلاقوه على pixel films على motion vfx. بس من تجربتي الشخصية لقيت انه pixel films هو من اهم الويب سايتس الموجودة حاليا, وكل البلاج انز اللي فيه سعره مقبول وبتسمح لكم انكم تستخدموها على عدة اجهزة. فمشان هيك معظم الاحيان رفقاتي بيشتروا شيء انا محتاجه بيخدوا منهم, وهن بيكون انا شاري شيء هن محتاجينه بياخدوه مني وقادرين يستخدموا بذات الوقت. فاذا انتم اثنين ام ثلاثة قادرين بكل بساطة تصرفوا يمكن 20 ام 30 دينار بالشهر, وكل واحد منكم يحصل على من 20 ل 30 بلاج ان ايزي على الجهاز تبعكم. الويب سايت الثاني اللي راح اتكلم عنه هو ويب سايت كنت اعرف عنه من 3 سنين, بس صراحه دائما كنت شكك بالقيمه الاستثمار يلي هي تقريبا بتطلع بحدود 60 دينار سنويا. صرت اقول قديش هالويب سايت راح يكون مهم, لحد ما تقريبا من سنه صديق لي عرفني عليه. من وقتها بستخدم هالويب سايت كل يوم من دون مبالغه, ومعظم الاشياء يلي بعملها بتكون متاخده من هالويب سايت لانه بوفر كتير عليكم شغل. هذا الويب سايت مش بس مهم للفيديوغرافرز, بس حتى كمان مهم كتير للهايبريد شوترز يعني فوتوغرافرز فيديوغرافرز, ومهم كمان للفيجوال ديزاينرز مثل الجرافيك ديزاينرز ام ويب سايت ديزاينرز. ايا كان الموضوع اللي بتشتغل فيه بيختص بالفيجوال ارتس, هذا الويب سايت هو من الاهم انه يكون عندك اشتراك فيه. الويب سايت اللي عم اتكلم عنه طبعا اسمه envato.com. انفاتو عبارة عن عدة ماركتس فيك تشترك فيها. شخصيا اللي مشترك فيه اسمه Elements. جوات Elements طبعا الانفاتو بتلاقوا انه في Standard User Interface. اذا بدكن شيء معين بتكتبوا اسمه هون, لنقول بدي موسيقى رمضانية فبكتب رمضان بالانجليزي وبدخل هون مكان All Items وبنزل على Music وبعمل Search وبيطلع لي كل التراكس الموجودين على انفاتو يلي بتختص بموضوع الشهر الكريم يلي هو رمضان. وهون فيني حدد اذا بدي اياهم يكونوا ميوزك تراكس ام لوجوز ايدنتس يعني يلي بتطلع بس لمده 5-6 ثواني, اذا بدي اياها مع باك جراوند فوكلز, اذا بدي اياها نو فوكلز, اذا بدي وقتها يكون معين, اذا بدي البيتس بير مينت تكون شيء معين. كل هالامور قادر فلترها هون وبالتالي احصر النتيجه يلي عم تطلع لي قدامي على الشاشه. اذا بدي مثلا لنقول ستوك فيديو بدي فرجه تنقول علم الكويت بكتب كويت فلاغ وبعمل سيرش بستوك فيديو وبتشوفوا هون طلع لي فيديوهات عن علم الكويت. في بيطلع لكم 4K, بيطلع لكم Full HD, شو ما كانت الكواليتي اللي انت بدكم تستخدموها بتلاقوها اجمالا على انفاتو. لنقول بدي طفل عم بيلعب بكتب child playing وبعمل سيرش بتلاقوا هون طلع لي عدة فيديوهات عن هالموضوع, وبالتالي قادر اختار اي من هالفوتج وادخله بالفيديو عندي فور فري مجرد ما اني دافع الاشتراك صار بحق لي استخدم كل هالفوتج. تنقول بدي فيديو تمبليت لانترو لاعمل شو مثلا على اليوتيوب اسمه AAB World Academy. كل شي علي اعمله ادخل لهون على فيديو تمبليت وافتش على انترو لليوتيوب مثلا, ورح يطلع لي عدة انتروات انا قادر اختارها واختار على اي سوفتوير بدي اياها تشتغل. وبالتالي بعد ما اكبس Final Cut Pro لانه هيدا السوفتوير يلي بستخدمه رح تشوفوا هون انه حدد لي كل الانتروز يلي فيني استخدمها على Final Cut Pro من هالويب سايت. الانترو تبع هالسلسلة التعليمية اخدها من انفاتو طبعا معدل عليها كتير وعملها انا شوية editing وعامل trimming وزاد عليها شوية effects زيادة, بس البيس تبعها هي effect اخده من انفاتو. نفس الموضوع بتتذكروا السنة الماضية تكلمت عن يوتيوب عن freesound.org كويب سايتس مهمين للساوند effects. انفاتو في library sound effects ما في يتصورها العقل. في عندكم كتير ملايين من الساوند افكتس انتو قادرين تختاروا منها لتركبوها على الفيديوهات تبعكم. مثل ما بتتذكروا تكلمت بحلقة الساوند editing يلي ركبنا فيها اصوات على فيديو الطبخ, كل الاصوات يلي حطيتها بالفيديو كانت من انفاتو, ما استخدمت ولا موقع تاني,
كل الأصوات يلي سمعتوها أخذتها من إنفاتو. فتشت مثلا على صوت مثل egg cracking يلي هو كسرة البيضة، هيدا الصوت يلي استخدمته بالفيديو. نفس الموضوع للجرافيكس، نفس الموضوع لبريزنتيشنز إذا عندكم بريزنتيشن، نفس الموضوع لبيكتشرز إذا بدكم صور محددة تستخدموها لتعملوا فوق editing أم تدخلوها بالصور تبعكم، إذا بدكم فونتس، add-ons، web templates. ما فيني خبركم قديش هالويب سايت مهم إنكم تستثمروا فري هالمبلغ يلي هو عبارة عن 60 دينار سنويا. بالطبع هذا الشيء ما بيمنع إنه إذا ما عندكم هالويب سايت بتضلكم تلاقوا هالريسورسز أونلاين مثل ما تكلمت بالحلقة يلي عملتها بالسلسلة الأولى، بس هون كل شيء سنترد وبتلاقوه أسرع. بختام هالحلقة وهالسلسلة من AAB World Academy بحب أقول شغلة بسيطة. بعرف أنه هالحجر أثر كتير علينا، إن كان ماديا، إن كان معنويا، إن كان نفسيا، أم إن كان عبي شتى الطرق، بس الهدف من هالسلسلة يلي عملناها مع AAB كان انه نلهمكن انكن ضلكن تقدروا تكونوا productive انتو بالبيت وبمعدات بسيطة وبأمور بسيطة انتو قادرين تستخدموها. creativity ما بتعرف حدود، الكرياتيفيتي هي عبارة عن ذكائكن عم بيتسلى. هيدا من افضل الكوتس يلي سمعها بحياتي، لانه فعلا كرياتيفيتي هي عبارة عن انكن تحلوا مشكلة بطريقة جديدة باستخدام ذات الامور يلي بين ايديكن. مش ضروري دايما نطلع للغالي لنقدر ننتج شي كواليتي عالي، بالعكس كل شي علينا نعمله هو ان نتعلم ونعمل ونجرب ونطبق مرارا وتكرارا لحد ما نعمل optimization للبروسس ونوصل نحنا للنتيجة يلي نحنا بنظرنا هي الأفضل. فبتمنى انكم استفدتوا من هالسلسلة مضبوط، وانها ساعدتكم على اكمل وجه انكم تضلكم اكتف ولنو منتلي بدل ما تقعدوا دجرانين. فبتمنى انكم تشتركوا بقناة AAB على اليوتيوب وتفعلوا الجرس ليصلكم كل الحلقات اللي بنزلوها على القناة تبعهم اول باول، وكمان تشوفوا الديسكريبشن بوكس لتشوفوا عروض AAB World يلي دايما مستمرة. اذا عندكم اي سؤال او استفسار مثل العادة اتركوه بالكومنتس ورح نحاول نجاوبكم على اي سؤال بيختص بعالم التصوير بإذن الله. ما تنسوا فيكم تزوروا معارض AAB World المنتشرة بكل الكويت، وكمان تزوروا موقعنا الإلكتروني www.aabworld.com أم تحملوا التطبيق طبعا من الأب ستور والجوجل بلاي. كان معكم جورج سرباي بهالسلسلة التعليمية يلي هي AAB World Academy الموسم الثاني. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا، بشوفكم قريبا كتير بإذن الله. رمضان كريم وربنا يفرج هم الكل. شكرا كتير لحسن متابعتكم. باي باي.